بالنسبة حنا الإضراب ديالنا حنا كنطالبوا بتطبيق القانون، يعني ديجا الدولة مخرجة قانون أنها تدعم أن الدعم الغازوال المهني، ياك الغازوال المهني شكون اللي فيه؟ فيه الطوبيسات، فيه صحاب الباطوات، فيه صحاب الفلايك، فيه صحاب الكيران، فيه عاوتاني صحاب الطاكسيات، ولكن الدولة كتدعم غير واحد جوج أصناف، كتدعم غير صحاب الطوبيسات ياك، وكتدعم صحاب الباطوات وصحاب الصيد ديال اعالي البحار، هادشي اللي كدعم. حنايا الدوله ما كدعمنا ما والو. حنا كنصنفوا حنا بالنسبه للدوله حنا كنمثلوا قطاع غير مهيكل، فهمتيني؟ حنا ما كناش كندويو عليه، يعني حيت دابا في هذه الايام هذه يعني الارتفاع هذه خيالي، يعني تقريبا كدير المازوط اللي هو بثمن، غد لي كتلقى واحد 6 دريال 8 دريال زايده، فهمتيني؟ يعني حنايا ما بقينا كندخلوا معنا والو، يعني تقريبا عندنا واحد 50 60 درهم في النهار كتشبتي زايده ديال المازوط، فهمتيني؟ حنا سميتو حنا دابا بعض المرات الدراري والله ما كذبك الدراري كيدخلوا بعض المرات 20 30 درهم كيدخلها في النهار كامل، فهمتيني؟ يعني ما خداماش لينا هذا الشيء، يعني كيخدم 12 ساعه كيخدم 12 ساعه كيدخل 20 20 50 ماكسيموم 60 درهم في النهار، فهمتيني؟ هذا هو الربح ديالو. حيت دابا الطاكسي، حيت دابا خاص فيه واحد القضيه، حيت دابا الطاكسي بشحال كيتقام على الشيفور؟ كيتقام ليه تقريبا ب 500 درهم، عنده 300 درهم ديال روسيطه، عنده واحد 150 170 درهم ديال المازوط، عنده واحد 30 40 درهم باش كيمشي يريح في قهوه، باش هادي باش هادي، يعني 500 درهم عنده، خاصو يدخل 500 درهم عباش يقلب على شنو يدخل هو. مول الطاكسي ديما كيفاق بالناقص، هادي العكس، بعد هادي بعض هادي عكس بعض عكس بعض الخطافي اللي كنعانيو منهم. خطاف يعني مثلا خطاف كيجيب طوموبيل كيجي كيديماري، يعني اي حاجه كيدخلها ربح. طاكسي لا، طاكسي يعني خاصو يدخل واحد 500 درهم عا باش يقلب شنو يدخل جيبو. حنا بالنسبه للمسؤولين حنا كنطلبوا حاجه واحده، حنا كنطلبوا كما دعموا الحافلات ديال النقل الحضاري وكما دعموا صحاب السفن وصحاب الصيد، حتى حنا يدعمونا هادشي اللي كاين. حيت دابا كاين قانون ديال الدعم ديال الغازوال المهني. الغازوال المهني يعني حتى حنا كنخدموا فيه، يعني لا يعقل ان الدوله كتدعم واحد السنف وحنا ما كدعمنا ما والو، هادشي اللي كاين. الاخوان ديالي ربما تكلموا في واحد الجهه معينه، وانما غادي نقدر نتكلم حاليا انا غير على المعاناه اللي كيعاني منها السائق المهني في هذا الوقت الحالي، وغادي يكون الكلام ديالي باختصار ولو انه الكلام ديالي دائما كيكون متقطع. اولا هالطاكسي منحاصر من جميع الجوانب. الحصار الاول وهو القوت اليومي ديالو، اللي هو يعني الطاكسي هو الحلقه الاضعف، يعني اللي جا كينافس الطاكسي. حنا بغينا هاد الناس اللي المسؤولين على هاد القطاع بصفه عامه، بغيناهم. واش هاد المنافسه كتكون غير عند داك عند المواطن، ما نقولش السائق، المواطن اللي هو ضعيف؟ حنا بغينا هاد المنافسه تكون في الادارات، تكون في شي مسائل اخرى اللي كتخص، اللي هي اصلا مقننه، لانه يعني الطاكسي راه ما مقننش كيف ما قالوا الاخوان ديالي. قال لك حنا مصنفين مع الكروسات، الطاكسي محقور صراحه، حنا مصنفين مع الكروسات. حنا هاد كورونا عذباتنا وزادوا حتى هما يعنينا بهاد الغازوال. المشكل الكبير اللي كيعانيوا منه الاخوان ديالنا وهو الغازوال، ما بقاو كيدخلوا حتى شي حاجه لجيبهم. حنا ماشي حنا الكلام ديالنا راه مفهوم، ماشي كنهضروا بشي لغه اخرى. المشكل الثاني هاد ديال الخطافه، اللي ولينا كنجبدوا لابليكاسيون كاينين اللي كنلقاوه دار ب 4000 كورسه، 4000 وعندهم مهن اخرى، لدرجه انه لقينا ناس يعني ما نذكرش المناصب ديالهم، ما نقدرش ندخل. فايت الاخوان ديالنا لقاو محامي ربما مبتدئ ما عندوش علم، لانه ما عندوش علم بهذا الشيء. ماشي نقولوا ربما كان هو محامي يعني بحكم السن ديالو باقي صغير ما غاديش تقدروا نحكموا عليه، ولكن دوك الشركات الوهميين اللي كيوصلوا هذا الشيء كيوصلوا بلي داك الشيء راه مقنن ومقاد. تصوري معايا كاينين كورسات اللي كيمشيو للمغرب كامل، والطاكسي بقاو محاصرينه. حنا على الاقل اللي درنا توسيع المجال الحضاري، ماشي الموضوع ديالنا هو هذا اليوم، وانما ما كاينش فين نوصلوا الكلام ديالنا. ملي كيجيو بحال هاد الفرص توسيع المجال الحضاري، لانه في الدستور تيقول لك المواطن اولا. دابا حنا كنمشيو للرحمه،
يعني عندنا الرحمه. كون تلقونا ما غادي هما ما غاديش تكون ما غاديش يكون هذا الشيء اللي ربما هما كيحسبوه فوضى. هو راه ماشي فوضى، حنا بغينا نعيشوا، حنا عندنا اولادنا، حنا عندنا عائله كنخدموا عليها. الطاكسي راه هو مراه المدينه، راه هذا السيد اللي وصل لذاك المنصب راه كانت امه ولا باك امه كتوهم، راه كان كيشد الطاكسي وكيمشي يجيب لامه ما تاكل. والاغلبيه ديال المسؤولين راه والديهم ديال الطاكسيات، ولكن باش يجيو يقمعونا بهذا الشكل هذا راه عيب وعار. راه حنا امن، راه داك الشيء اللي كنشوفوا على المدينه ديالنا راه ما كيشوفوش الامن. راه حنا هما الامن ديال البلاد، حنا هما مرأة المدينه. الا كنا مرأة المدينه كيف كيقولوا بغينا نكونوا مرأة المدينه. الحمد لله الدراري كلهم الاخر فيهم كتلقاي عنده الكاتريان، الاخر فيهم ديري واعين، ماشي شي وحدين اللي هما مكلخين. الا ما كانت شي تجاوب كيف ما قلتي هنا كيبان لك الطريقه كيفاش واقفين، يعني محضرين، ما كاين لا فوضى لا والو، وانما يقدر يكون تصعيد. انا ما كنتكلمش بصفتي ككاتب عام شخص، انا كنتكلم على اشنو كنسمع واشنو كنعرف. هاد الاخوه اللي كتشوف فيهم كاملين هادو مطاكين واحد العدد كبير، وهما كيحبسوا الفوضى. دابا هادو كلهم هادو راه ماشي الطاكسيات اللي معنا كاملين، هادو راه كمنظمين، راه كلهم كينظموا. حنا معاونين مع الامن كيف ما كتشوفي، السيركيلاسيون راه مطلوقه، ولكن خصهم يستاجبوا لينا، خص هادشي يتفرض عليهم. حنا غنصعدوا معاهم، لانهم ملي كتمس في القوت اليومي ديالك اللحم ديالك تيموت عليك، ما كتبقاش تحس. شنو غادي يوقع كاع؟ إذا كانوا غادي يشدونا في هذا الحبس على الحق ديالنا مرحبا. إذا كنا حنا نكونوا كبش فداء لهذا القطاع مرحبا. لأنه حنا ولينا حنا كنغيروا. تصوري معايا الوالدة عندي في الصباح كنخرج كتقول لي سير ولدي الله يرضي عليك، راكم جيتوا في واحد الوقت اللي أنتم بحالكم بحال الدبانة في قرن التور. فهمتي ولا ما فهمتيش نفهمها؟ يعني ذبابة في قرن التور. كنقولوا عجل واش نقولوا؟ يعني ذبابة شنو غدير؟ ما دير حتى شي حاجة. وكنوجه واحد الميساج لهاد الطاكسيات اللي خدامين، كنقول لهم راه حشومه عليكم وعيب وعار انكم ما تساندوناش. راه تقدروا تربحوا في هذا النهار، ولكن الاتي اعظم. وعندكم تبداو تبكيو من بعد، عندكم تبداو تبكيو. هذا هو اللي غادي نقولوا لهم، وتحيه ليك انت والاخوان كاملين. وبلادنا راه كنحبوها، وراه الفقير هو اللي كيحب الوطن ديالو. راه شحال واحد غلط، الفقير هو اللي كيحب البلاد ديالو، الفقير هو اللي كيدافع على الملكيه، الفقير هو اللي كيحافظ على البلاد ديالو. حنا كنشوفوا على الفيسبوك كنلقاو الفقراء، الناس هما اللي كيدافعوا على البلاد، هما اللي كضربهم غير على هذه البلاد هذه. يكون شي واحد غلط، حنا ماشي من دوك الناس اللي نشدوا الطياره ونطلعوا نخويو بلادنا. يتقاس شي رمز من البلاد، راه حنا الاولين. ولو انه السي اخ نوش قلقنا، راه حنا ولاد البلاد وما ندوزوش، قلقنا، ولكن مشكلنا مع بعضنا في بلادنا. العيب ديالنا كنتمنى انه ما يخرجش لخارج البلاد. ايوا الله يهديكم علينا. السلام عليكم. انت ما عندكش يعني هذيك الزياده اللي تزاد في يعني حنا المتضررين الاول. بغيت نسولك صاحب السياره دابا اللي عنده لاغريمون، دير الاضراب ولا ما ديروش؟ خصك تخلصوا، ما يعقلش عليك. لا حيت هو اللي تيبقى ليه سميتو، تيبقى ليه هو اللي صاحب السياره اللي قال لك غتخدم راه غتخدم. اللي قال لك حيت ما يمكنش لا انت ما تخدمش هو عاطيك السياره غتخلص ليه، غتخلص ليه هو. ماشي ما تيخص الطوموبيله ما توقفش، خصو هو ديما يخدم. فهمتي؟ حيت هو تتسالو يعني هذيك الاجره ديال الشهر ولا ما عرفتش الكيرا اللي تيخلص. وانت ضريتي في هاد الزياده؟ مضرين حنا ديجا هاد الوباء والحدود اللي كانوا مسدوده، يعني ما كاينش الناس ما خداميش، ما كاينش اقبال على سياره الاجره الصغيره. ثاني حاجه هاد الزياده في يعني الزياده مهوله، يعني كاين النهار اللي تقدر تدي معاك 20 30 درهم، هذاك الشيء اللي تتصور وتجمعوا ب 10 دراهم 8 درهم تديروا 20 30 درهم اللي غتصور فيه. اه شحال ديال السوايع؟ يعني كاين بعض الايام اللي تتكمل من جيبك، تتكمل من جيبك تقول يمكن غدا يكون احسن. فهمتي؟ معاناه من غير سميتو الشوارع ولي طرافو والزحامات وهذا الشيء. راه يعني الاضراب ماشي حل، خاصكم تخدموا باش الاضراب. الاضراب مزيان، الاضراب غير هو باش يحس يعني واحد الرساله للناس اللي مسؤولين في الحكومه يلقاو واحد الحل. انا ما عرفتش هو هذا الغلاء راه جاي في العالم كامل، كاين مشكل في الزياده في ثمن المحروقات، ولكن خص الحكومه دير واحد الاتجاه كما تيقولوا. فهمتي؟ اعانه دير ويدعم هذا المحروقات. اشترك الآن في قناة أشواق تي في وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تي في جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.